تهديف عن طريق لاعبه عبد اللطيف ضيوف بعد رأسية جميلة. ومع مطلع الشوط الثاني تمكن شباب الأردن أو تمكن فريق أربيل من تعديل الكفة برأسية مركزة للاعبه لؤي صلاح، قبل أن يتمكن زميله في الفريق أمجد عبد الراضي من مضاعفة الحصة بعد استغلاله لخطأ في دفاع الشباب. بعدها تمكن أربيل من تدوين الهدف الثالث في الأنفاس الأخيرة للمواجهة عن طريق لاعبه خورخي بلاس.